أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من المنتصف من القناة التاسعة والتي نستهلها بالسودان، حيث تجدد اشتعال النيران أمس الأربعاء في مواقع الاشتباكات القريبة من المستودعات الرئيسية لمخازن غاز ووقود بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بمواصلة تعاونهما لإنهاء الاقتتال في البلاد. واشتعلت النيران بكثافة للمرة الثانية في مواقع بالقرب من مستودعات الغاز والوقود جنوبي الخرطوم، في حين تضاربت التصريحات بشأن سيطرة قوات الجيش أو قوات الدعم السريع على مصنع اليرموك لصناعة الأسلحة جنوبي العاصمة، وتثير هذه الاشتباكات الخوف من اندلاع حرائق كبيرة لقربها من خزانات وقود ضخمة، كما نقلت وكالة رويترز عن شهود أن حريقا هائلا اندلع بالقرب من مجمع عسكري يضم مصنع أسلحة في جنوب الخرطوم يقاتل الجيش السوداني للدفاع عنه في واحدة من أعنف المعارك بينه وبين قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أسابيع، وفي حين أن الطيران الحربي يحلق باستمرار مع إطلاق قذائف أرضية غرب ووسط الخرطوم وجنوب أم درمان، يتساءل السودانيون اليوم حول المعارك الدائرة في بلادهم والتي أصبحت على عتبة 55 يوما، هل تنتهي أم أصبحت هكذا أقدارهم؟ حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون ضيفي من لندن الباحث والمحلل السياسي المختص بالشأن السوداني الدكتور محمد الفاتح النعيم. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساءك. أهلا بك، السلام عليكم، تحية لك وللمشاهدين. دكتور محمد، إذا ما أردنا أن نقيم الوضع في السودان ونحن الآن على مشارف 55 يوما من هذه المعارك، هل الأطر السياسية والعسكرية الحاكمة لهذه المعارك نفسها أم أن الأفكار والاستراتيجيات تغيرت؟ طيب، تحية لك مرة ثانية للمشاهدين. الوضع في السودان للأسف ماشي من سيء لأسوأ، خاصة النواحي الإنسانية وحياة المواطنين والشعب السوداني عامة، يعني متضرر كثير جدا من الحرب اللي هي أنا بعتقد إنها صراع حول السلطة، لأنه أصلا هم رجلين كانوا في سدة الحكم، واحد فيهم الرئيس والآخر نائبه، فاختلفوا فنشب الصراع، فهو صراع عسكري من الدرجة الأولى. ولما مدينة الخرطوم ما حصل فيها هذا الصراع بهذا العنف منذ تقريبا، بعض المراجعين يقول منذ الثورة المهدية في ألف في ثمانيات القرن قبل الماضي. فالوضع العسكري محتدم، وكل جانب يعتقد بأنه ممكن يحسم المعركة عسكريا، وزاد الوضع سوء بأنه توقفت المفاوضات، حتى توقفت الهدن اللي كانت معلنة، حتى الهدنة الأخيرة نوعا ما كان أفضل من الهدنة التي سبقتها. فالآن ما في أي حل يلوح في الأفق لحل سياسي أو مفاوضات أو حل عسكري، حتى الحل العسكري بعيد المنال، لأنه الجانبين ما في تفوق واضح يعني يحسم المعركة. حتى لو قلنا الجيش تفوق في الأيام الماضية، أمس يعني ضرب معسكر اليرموك اللي هو بيتبع للجيش، وحس في نقاش إنه لمن آل السلطة سيطرته. فواضح إنه الحل العسكري ذاته ما قريب، والحل العسكري ذاته يعني حتى لو تحقق للجيش على المدى البعيد هيكون فيه خسائر كبيرة جدا جدا، وممكن يكون على حساب تمزيق الوطن. يعني أنت الآن تذهب إلى أن الحل السياسي هو الأفضل بشكل أو بآخر دكتور محمد؟ وأصل حل الحل السياسي هو الأفضل، المفاوضات هي الأفضل، هي الممكن تفضي إلى الهدف اللي كان يرغب فيه الشعب السوداني، وهو توحيد الجيش، يعني إدماج الدعم السريع في الجيش. كان أصلا موجود في حل على الطاولة، قدمته الحرية والتغيير، أو قدموا الاتفاق الإطاري من قبل الحرية والتغيير، الحرية والتغيير ومعها والجانب العسكري كان موافق. طيب،